في عام 2000 قدمت هوليود ملحمة دراما تاريخية رومانية باسم غلادياتور أو كما يعرف المصارع، الحائز على 5 جوائز أوسكار من بينها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم مقابل تكلفته التي تعدت 100 مليون دولار. وما أن شخصية بطل الفيلم ماكسيموس شخصية خيالية، إلى أن الفيلم نجح نجاحا ساحقا ليحقق الفيلم إيرادات تصل إلى 457 مليون دولار. لكن ماذا لو مثل في الفيلم مشاهير عرب؟ كيف سيكون يا ترى؟ شاهد الفيديو لتعرف. الفنانة المحترمة سما المصري، ماذا لو لعبت سما المصري دور لوسيلا أخت عاشقة الإمبراطور المضطرب عقليا؟ الممثل العالمي عمرو واكد في دور الإمبراطور كومودوس الذي يعاني من اضطرابات عقلية، ولعب دوره الفنان الأمريكي الملحد خواكين فينيكس. الممثل الراحل حسن حسني في دور غراكوس رئيس مجلس الشيوخ الروماني الذي يريد إبعاد الإمبراطور. النجم محمد رمضان يلعب دور شخصية خيالية ماكسيموس ديسيموس ميريديوس الذي جسدها النجم الاسترالي راسل كرو. الراحل طلعت زين في دور الشخصية الخيالية جوبا صديق ماكسيموس المقرب الذي لعب دوره الممثل الإفريقي ديجيمون هونسو. الفنان الراحل محمود الجندي في شخصية الخيالية شيشرون الذي لعب دوره الممثل البريطاني تومي فلانغان الذي يحاول إنقاذ قائده ماكسيموس. خالد زكي في دور الشخصية الخيالية بروكسيمو الذي يشتري ماكسيموس، ولعب دوره الممثل الإنجليزي الراحل أوليفر ريد. وهذه بعض الشخصيات الثانوية التي لعبت في الفيلم. وفي الأخير شاركونا برأيكم، ما رأيكم في هذه المقارنات العبقرية؟ دمتم بألف خير يا رائحون. Run free and dive into the sky. Hear the